أكد القائم بأعمال إدارة المشاريع والاستثمار في هيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ حمد بن خالد آل خليفة إنه تم تدشين منصة إلكترونية للخدمات التخطيطية، وسيتم أتمتة 39 خدمة، كما يوجد 6 خدمات إلكترونية جاهزة للتدشين. وخلال عرضه بمجلس أمانة العاصمة أثناء انعقاد جلسته الاعتيادية صباح اليوم الأربعاء، قال إن الخدمات هي التقاسيم الجزئية والتقاسيم الرئيسية وتصنيف الأراضي وتغيير تصنيفها ودراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ونفع الأراضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الخدمات الأخرى خطوة بخطوة خلال هذا العام، مما يخفض المدة الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 80%. وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من هطول أمطار الخير على مملكة البحرين وعمليات شفط المياه التي تم إنجازها خلال أقل من 3 أيام لمنع تعطيل الحركة وعودة الشوارع إلى طبيعتها.